مضمار طويل للازدحام يحدث يوميا هنا جوار مبنى إدارة الجوازات بمدينة تعز، حيث السباق للحصول على وثائق ثبوتية شخصية أصبح أمرا صعب المنال. منذ فبراير الماضي توقفت عملية إصدار الجوازات بعد نفاد الدفاتر، وهو ما تسبب بهذا الزحام اليوم بعد أن عودت المصلحة الإصدار. استطعنا بفضل الله وبجهود الموظفين الذين يعملون ليل نهار دون توقف على طباعة ما يقارب من 30,000 جواز. الآن تم طباعتها وهي جاهزة للتوزيع في إدارة توزيع الجوازات. نحن نعمل على استيعاب كل الفئات الحاضرين من كل محافظات شمال الشمال، ما لا ننظر لأي يعني مناطقية إطلاقا. وسط هذا الإقبال الشديد للمواطنين الذين قدم بعضهم من محافظات أخرى، عمد القائمون على إدارة فرع المصلحة هنا إلى وضع خطط لاستيعاب كافة الطلبات خصوصا للحالات الطارئة. الإقبال الكبير للمواطنين على المصلحة تسبب بضغط على العاملين، مما اضطرهم إلى زيادة فترات عمل مسائية، وهو ما مكن المصلحة من استيعاب كافة المتقدمين وفق عملية تنظيمية مرتبة. نطمن جميع المواطنين بأنه سوف يتم إصدار جميع الجوازات المتأخرة واستيعاب أي كميات جديدة ولا داعي للتزاحم. نطمن المواطنين بأن الكميات المتواجدة لدى الفرع كميات كبيرة ومتوفرة لجميع الحالات. الاختلالات الأمنية التي رافقت عملية الإصدار في الآونة الأخيرة هي الأخرى جرى معالجتها عبر تكثيف عناصر الوحدات الأمنية والتنسيق المشترك بين إدارة شرطة المحافظة وإدارة المصلحة. في ظل الازدحام الشديد لهؤلاء المواطنين الذين تدافعوا لاستخراج جوازاتهم، تواصل إدارة المصلحة تقديم تسهيلاتها بحسب ترتيب طلبات القبول والإصدار وسط تشديدات أمنية وعمليات ملاحقة لسماسرة الشارع والعمل على ضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.